في ظل إجراءات أمنية مشددة اجتمعت اليوم حكومة الدكتور رامي الحمدالله في غزة للمرة الأولى منذ سنوات. يأتي هذا الاجتماع وسط ظروف عصيبة يمر بها الفلسطينيون وأوضاع مأساوية يعاني منها قطاع غزة المنكوب بفعل الحرب الإسرائيلية الأخيرة. اجتماع الحكومة اليوم في غزة يؤسس لمرحلة جديدة من العمل الوحدوي. حكومة الوفاق الوطني أخذت على عاتقها توحيد مؤسسات الوطن، وإن شاء الله تكون هذه البداية ومنها ننطلق في توحيد كافة المؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. وفي إطار انتظار إنجازات الحكومة بعد أن استلمت مهامها لتمثل الشعب الفلسطيني أمام العالم والمطالبة بحقوقه، جاء هذا الاجتماع لإعداد الملف الذي تنوي أن تقدمه دولة فلسطين لمؤتمر إعادة الإعمار المنتظر عقده يوم الأحد القادم في جمهورية مصر العربية. هذه الزيارة تأتي لترجمة التفاهمات التي حدثت في القاهرة بين حركة فتح وحماس في 25 سبتمبر الشهر الماضي، وهذه التفاهمات التي اعتمدت نقطة أولى دعم من قبل الطرفين، دعم حكومة التوافق الوطني الفلسطيني، ودعم هذه الحكومة بكل مؤسساتها وهيئاتها ومحافظاتها حتى تستطيع أن تكون قادرة على عملية إعادة البناء والإعمار في أقرب وقت ممكن. اجتماع الحكومة اليوم تناول عددا من الملفات المهمة أبرزها ملف إعادة الإعمار، بالإضافة إلى عدد من القضايا الشائكة والمتراكمة منذ العام 2007، فيما أكد الوزراء بأن زيارة الحكومة لن تكون الأخيرة وسيكون هناك عدة اجتماعات أخرى لقطاع غزة. حركة حماس ترحب بزيارة حكومة التوافق إلى غزة، والحركة تدعو الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه أهل وسكان قطاع غزة، وتأمل أن تمثل هذه الزيارة صفحة جديدة في دور حكومة التوافق تجاه أهل غزة. حركة حماس والتي كانت قد أكدت سابقا بأنها غادرت الحكومة لكنها لم تترك الحكم، كانت حاضرة لاستقبال أعضاء الحكومة الوافدين في مشهد وحدوي، فيما أكد نائب رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية بأن التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المؤتمر الوطني من أولويات الحكومة التي ينتظر الشعب جهودها لإنهاء حصار غزة. لحظة تاريخية انتظرها الشعب الفلسطيني طويلا لإنهاء صفحة انقسام طالت أكثر من 7 سنوات وبدء مرحلة جديدة بنية جدية للإنجاز. منى عوك، القناة رؤيا، غزة، فلسطين.